السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول يونت 18 الوحدة 18. هنتكلم عن سي لايف، حياة البحر. هنتناول فيها الليسونز 1 اند 2، درسين الأول والتاني، وهنحل عليهم إن شاء الله من كتاب الأضواء جيم والمعاصر. تعالوا كده مع بعض نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلمات المهمة اللي معانا في الدرسين الأول والتاني كلمة دايفنج يعني الغوص، عندي كمان كورال اللي هو المرجان، شارك سمكة، ستينجراي السمكة اللاذقة، راف اللي هو هائج، عندي بعد كده سنوركلينج اللي هو الغوص باستخدام أنبوب. طيب معنا كمان كلمات زي أكتوبيوس، أكتوبيوس اللي هو الأخطبوط، عندي لامب الخروف الصغير، معنا كمان راس محمد، ده محمية راس محمد، عندي ذا ميديترينيان سي البحر المتوسط اللي جنبها الدوائر دي، عايزاكم تعرفوا شكلها بعينيكم، عندي كمان ناشونال بارك متنزه قومي، شارك ريف اللي هي منطقة تعيش بيها أسماك القرش. طيب بناخد برضو بقية الكلمات المهمة معانا اللي هي التعريفات، زي كلمة كورال اللي هو a group of animals مجموعة من الحيوانات، that live together بتعيش معا in large groups في مجموعات كبيرة. طيب dolphin a very intelligent fish سمكة ذكية، jump out of water بتقفز خارج الماء. طيب stingray اللي هي السمكة اللاذقة، a big flat fish يبقى سمكة كبيرة ومسطحة، that lives at the bottom بتعيش في القاع of the sea في قاع البحر. طب تعالوا كمان نشوف مع بعض ال confusing words، عندي free يعني مجانا، في مصاريف، عندي rough هائج، roof سطح، warm دافئ، warn اخرها ان يعني يحذر. كمان a day a week a month a year بتساوي every day every week every month every year، يعني كل او في كل ايه يوم اسبوع شهر سنة. طيب تعالوا كمان نشوف once و twice و three times، لما اقول معناها once بتساوي one time، طب twice يعني two times مرتين، وهكذا بقى. طيب تعالوا بقى نبدأ مع بعض نحل الاسئلة اللي من كتاب الاضواء جيم على الجزئية دي. بيقول لي هنا dolphins are sea animals هي حيوانات بحرية، that like playing with people تحب تلعب مع الناس. بعد كده A coral is a group of teeny animals حيوانات صغيرة، which live together بتعيش معا in large groups في مجموعات كبيرة in the sea في البحر. My grandma didn't go anywhere because she was very ill، ما راحتش في أي مكان لأنها كانت مريضة. طيب fishermen الصيادين aren't allowed to sail ما يقدروش يبحروا، من غير مسموح لهم إنهم يبحروا today اليوم، as the sea is rough هائج موجة عالية يعني. In Ras Mohammed we could go snorkeling and see a lot of sea life. طيب the flat fish found at the bottom of the sea of the Red Sea is called stingray اللي هي السمكة اللاذقة. The water in the Red Sea is calm and warm بيكون هادئ ودافئ. I went to a mobile shop محل موبايلات and asked the assistant to have a look at some smartphones ينظر إلى بعض السمارت فون. طيب don't go diving when the sea is rough. راس محمد is a famous national park in Egypt. Manar has short wavy black hair مموج، شعر أسود مموج. The colors of coral are beautiful and the coral is of different size. يبقى هي كمان في أحجام مختلفة، خدوا بالكم منها of different size. طيب تعالوا نبدأ مع بعض نشوف كتاب المعاصر برضو الأسئلة اللي على الجزئية دي. عندي هنا بيقول لي the هتبقى the coral is made of small animals that look like plants تبدو شبه النباتات. عندي special cameras كاميرا مخصوصة are used to take photos بتاخد صور under the water تحت الماء. The shark is a very large sea animal هو حيوان كبير بحري with very sharp teeth بأسنان حادة. طيب نيجي اللي بعد كده بيقولي The stingray is a big flat fish which lives at the bottom of the sea هي السمكة اللاذقة. If I had more free time لو كان عندي وقت زيادة أو إضافي I could go diving every day
The Red Sea is good for diving. Fishermen aren't allowed. صيادين غير مسموح لهم to sail today. إن هم يبحروا اليوم. As the sea is rough. بيكون هائج في موجة عالية. نيجي اللي بعده بيقول لي هنا practicing English outside school ممارسة الإنجليزي خارج المدرسة is very important مهم جدا حاجة طبعا مهمة فعلا we use a telescope to see planets at night نيجي اللي بعده dolphins are very intelligent تكون ذكية جدا see animals حيوانات بحرية ذكية جدا they aren't harmful غير مؤذية to people للناس نيجي اللي بعده بيقول لي I missed the school bus فقدت اتوبيس المدرسة so I took a taxi عشان كده أخدت تاكسي how about going diving tomorrow خلصنا مع بعض ال lessons 1 and 2 الدرسين الأول والتاني من الوحدة الـ18 وكمان حقين عليهم الأسئلة من كتاب جيم الأضواء والمعاصر دمتم في أمان الله.